وزميلتنا العزيزه مريم سميح موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم بونجور، صباح الهنا عليكي، وطبعا حابين جدا نعرف منك اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي والفرق المختلفه والطقس والاجواء عندك في النادي، والجو النهارده اعتقد كان احلى من امبارح بشكل كبير، فاعتقد التوافد كمان من الاعضاء هيكون اكبر. اتفضلي يا مريم. بصبح عليك يا نهاوندا، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. والحقيقة طبعا خليني أبدأ معاك يا نهاوند في النقطة اللي أنت تطرقت لها. الحقيقة أن فعلا النهاردة الجو فيه تحسن شديد عن اليومين الماضيين. الحقيقة أن يعني سواء امبارح أو أول امبارح كان في انخفاض ملحوظ وانخفاض نسبي في توافد الأعضاء على المقر الرئيسي بالجزيرة، ولكن النهاردة وعكس يعني سواء أمس أو أول أمس، الحقيقة أن في توافد أكتر بنسبة أكبر بسبب تحسن الاوضاع الجويه وكمان في ارتفاع في درجات الحراره وبعض الشيء. فعلشان كده النهارده الحقيقه الاقبال اكتر من امس واول امس. ده بالنسبه للاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. خلينا بقى يعني نروح لكل الاخبار المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى، ولكن طبعا بدايتنا مع الفريق الاول لكره القدم. النهارده اليوم الثالث على التوالي، بيستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش المران، هيبدا فيه تمام الساعه 5 مساء. ده طبعا استعدادا لمواجهة ميديام الغاني اللي هتقام إن شاء الله يوم السبت المقبل في تمام الساعة 9 مساء، هتكون على استاد السلام، والحقيقة هيكون بحضور 15,000 متفرج في استاد السلام. ده طبعا بيأتي في إطار أولى مواجهات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. الحقيقة بنتمنى كل التوفيق لفريقنا. وخليني كده أتكلم معاك يا نهواند وأتكلم معاك يا كريم عن بعض النقاط الخاصة بالمران وأيضا بعض الإصابات يعني لبعض اللاعبين في صفوف الفريق. الحقيقة أن المران امبارح بدأ بمحاضرة لمستر مارسيل كولر، والمحاضرة دي كان فيها كل الأمور الخاصة بالتحديات والمواجهات خلال الفترة المقبلة سواء التحديات المحلية أو القارية. وبعد يعني المحاضرة بدأ المران، وكان في عدد من التدريبات البدنية وتنفيذ بعض الخطط الفنية وطبعا يعني كمان الأمور الخططية. وخلينا بقى نطمن على حالة كل المصابين. ويمكن كان يعني المران سواء الحد او الاثنين ده كان اول مران واول استئناف للمران بعد ما كان قرر طبعا مستر مارسيل كولر ان هو يعطي اللاعبين اجازه لمده 5 ايام، وكمان استغل فتره التوقف الدولي طبعا اللي شهدناها خلال الفتره الماضيه علشان يكون في بعض من تخفيف يعني الاعباء البدنيه والحمل البدني بسبب تلاحم المباريات اللي كانت موجوده خلال الفتره الماضيه، وكمان بسبب السفر الخارجي في مواجهاتنا في الدوري الافريقي. وعلشان كده يمكن كان يعني هذه المده كانت كافيه لكل هذه الامور سواء الراحه البدنيه وايضا تخفيف الاحمال والاعباء البدنيه على كل اللاعبين اللي شاركوا خلال الفتره الماضيه في كل هذه المواجهات. خلينا بقى نطمن على المصابين في صفوف الفريق. الحقيقه ان يعني يمكن سواء علي معلول خلاص بياخد الفتره الاخيره او المرحله الاخيره من برنامجه التاهيلي بعد ما كان اصيب في العضله الخلفيه، وان شاء الله ينضم في فرصة أو خلال يعني الأسابيع القليلة المقبلة لمران الفريق والتدريبات الجمعية. أما بالنسبة لرضا سليم كان طبعا تعرض ل يعني إصابة في الترقوة، والحقيقة أنه هو عقب هذه الإصابة برضو خضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف دكتور أحمد جبلة طبيب الفريق. والحقيقة أن يمكن هيخضع كمان رضا سليم لأشعة جديدة علشان بقى نطمن على تطورات حالته الصحية وعلى هذه الإصابة، وعلشان نقدر نحدد كمان إمتى ممكن ينضم للتدريبات الجمعية خلال الفترة اللي جاية. أما بقى بالنسبة لآخر إصابة وهي الخاصة بطاهر محمد طاهر، الحقيقة أن طاهر محمد طاهر يعني برضو على هامش المران كان بيخضع ليه جلسات علاج طبيعي في الجيم علشان يتخلص من إصابته سريعا ويعود مرة أخرى للتدريبات الجمعية. نتمنى طبعا كل التوفيق في هذه المرحلة المقبلة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لرجال النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون في أداء قوي وكبير يوم السبت إن شاء الله أمام ميديام الغاني. خلينا بقى نروح لكل الاخبار الاخرى والمتعلقه بالالعاب الاخرى. خلينا نبدا طبعا بكره السله، واحب طبعا اضم صوتي لصوتكم ونهني سيدات سله الاهلي بحصولهم مساء امس على بطوله السوبر
المصري طبعا كأس السوبر المصري، ودي أولى بطولات سيدات سلة الأهلي عقب طبعا خسارة يعني دوري المرتبط. ولكن الحقيقة زي ما احنا شفنا كان في وقفة من قبل الإدارة وعلى رأسهم طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والوقفة دي الحقيقة ان احنا شفنا خير دليل عليها امبارح في المباراة الخاصة بمباراة الأمس أمام نادي الجزيرة لسيدات سلة الأهلي. والحقيقة ان هم أدوا أداء قوي جدا وقدروا ان هم يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة كبيرة كمان، وكان فرق سكور كبير بنتيجة 72-43. وزي ما انا قلت يمكن هي دي اولى البطولات اللي هتكون في دولاب بطولات سيدات سلة الاهلي او ملكات الاهلي، وبعد كده بقى هيستعدوا في المرحلة اللي جاية لدوري السوبر. نتمنى لهم كل التوفيق. طبعا شفنا مباراة كبيرة جدا امبارح، ولكن الحقيقة كمان بنحترم فيهم يا نهاوندو يا كريم ان هم يعني كان احتفالهم زي ما بنقول كده مش احتفال كبير جدا على صالة حسن مصطفى، ده طبعا بسبب الظروف الصحية اللي بيتعرض ليها نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي العمري فاروق. والحقيقة ان هم قرروا ان هم يهدوا هذا الفوز للنائب عمري فاروق ان شاء الله، نتمنى له كل السلامه وان هو يقوم لنا في اقرب فرصه بالسلامه طبعا، ويعود مره اخرى ان هو يحضر كل هذه الماتشات والمباريات، وكمان يشهد على البطولات اللي بيحصدها كل اللعب الاخرى او كل يعني فرق الالعاب الاخرى. نروح بقى لرجال سله الاهلي. الحقيقه ان هم اكيد زي ما احنا عارفين عندهم مواجهه هامه جدا في سيمي فاينل دوري المرتبط امام الاتحاد السكندري النهارده. طبعا هتكون المباراه في تمام الساعه 8 مساء، هتقام على الصاله المغطاه ببرج العرب. والحقيقه ان مجلس اداره النادي الاهلي دايما زي ما احنا متعودين ان هو بيقوم بخطوات هامه جدا في مؤازره اللاعبين ومؤازره الفرق. الحقيقه ان النهارده قرر مجلس اداره النادي الاهلي توفير 3 اتوبيسات عفوا لنقل الجماهير ان شاء الله من امام بوابات النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. الاتوبيسات دي هتتحرك ان شاء الله في تمام الساعه 12 ظهرا، وهتتجه طبعا للاسكندريه للصاله المغطاه في برج العرب علشان يؤازروا طبعا فريق النادي الاهلي في مباراه هامه جدا النهارده وديربي هام جدا امام الاتحاد السكندري في سامي فاينل الدوري المرتبط اللي هتقام في تمام الساعه 8 مساء. والمباراه الثانيه هتكون بعد غد ان شاء الله يوم الخميس برضو هتقام في تمام الساعه 8 مساء في سيمي فاينل دوري المرتبط امام نادي الاتحاد السكندري. ده فيما يخص كرة السلة. خلينا بقى نروح كمان لكرة الطايرة عقب طبعا يعني أول فوز ليهم على نادي المقاولون العرب كانت يوم السبت الماضي. رجال كرة الطايرة على موعد جديد مع تاني مباريات يمكن الدوري، وهتكون النهاردة أمام بتروجيت هتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة اتحاد الشرطة. نتمنى لهم كل التوفيق في ما هو قادم وفي مشوارهم في الدوري. نروح بقى لفتيات الذهب وسيدات طبعا طايرة الأهلي. الحقيقة أن هم حققوا الفوز امبارح على فريق الواي بنتيجة 3-0 في الدوري. أما بقى يمكن المواجهة الثانية بالنسبة لهم هتكون إن شاء الله أمام نادي الاتحاد السكندري، هتقام هذه المواجهة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 4 عصرا، هتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء. أخيرا بقى خلينا نروح لفرق اليد سواء رجال أو سيدات. خلينا نبدأ طبعا برجال يد الأهلي. النهاردة عندهم مواجهة هامة جدا أمام نادي طلائع الجيش في بطولة الدوري، هتقام هذه المباراة في تمام الساعة 4 عصرا على صالة اتحاد الشرطة أيضا، في ده طبعا في إطار يعني مباريات دوري المحترفين. والحقيقة أن آخر مباراة قدروا أن هم يكتسحوا فيها هليوبلس بنتيجة 36-28. الحقيقة أن هم بيأدوا أداء قوي جدا وإن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق، وفي مباراة اليوم أيضا أمام طلائع الجيش أكيد هتكون مباراة قوية. أما بقى بالنسبة أو أخيرا ل سيدات يد الأهلي، الحقيقة ان هم عندهم توقف دولي لمدة شهر وهيعودوا مرة اخرى يوم 22 من ديسمبر المقبل، وهتكون اولى طبعا مبارياتهم عقب العودة يوم 22 ديسمبر هتكون امام نادي سموحة، ده طبعا في الدوري عمومي. والحقيقة ان اخر مباراة خدوها قدروا ان هم يحققوا الفوز يعني في على البنك الأهلي، فبنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم، واكيد طبعا بنتمنى لكل اللاعبات اللي انضموا ايضا لمنتخب مصر في النادي الأهلي زي ما احنا دايما متعودين هواندو يا كريم بيأدوا أداء بطولي. أي حد بينضم من النادي الأهلي للمنتخبات أكيد بنشوف منهم أداء كبير جدا وبيكون في اعتماد كبير جدا عليهم طبعا. طبعا دي كانت كل الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي سواء الفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى. نتمنى كل التوفيق لمختلف أكيد الفرق في كل مواجهاتهم خلال الفترة المقبلة. بشكركم جدا، الكلمة ليكي مرة أخرى يا هواندو.